السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إياس مفتاح من محترفي الحماية. إذا في هذه الحلقة سنرى موقع يمنح حكام مكالمات مجانية داخل وخارج الوطن، كذلك يمكنك الاتصال بهواتف نقالة وثابتة. هذا الموقع يمنحك على التسجيل 0.25 أورو، ما يقارب 30 ثانية، ويمكنك الحصول على رصيد مجاني أكثر كلما قمت بدعوة أصدقائك، وقام الأصدقاء بالتسجيل في الموقع عن طريق الرابط الخاص بك. سنرى كل هذا في الشرح. إذن على بركة الله، سأقوم بفتح المتصفح جوجل كروم وأقوم بالدخول إلى الموقع، والذي هو vox.io. إذن بالطبع، إذن سنقوم بالتسجيل. إذن التسجيل هو سهل جدا، قم بإدخال اليوزر نيم ثم الباسورد، بعد ذلك الإيميل، ونختار البلد مروكو. مروكو. بدأ سينقى ذلك، ندخل إلى الجيميل وسنتوصل برسالة تفعيل الحساب أظن. هنا يطلب منا أن نعطيه، ليس الأمر، نعطيه صلاحية لاستخدام استخدام المايك حتى نستطيع التواصل. إذا هو يعتمد على الجافا. إذا أوتوريزي، ثم أنقر على فيرمي. إذا لاحظوا معي، سيعطوني رصيد. إذا هنا لم يعطيني بعد. سأقوم بالتسجيل، يجب علينا إدخال الرقم الهاتف الخاص بنا لتفعيل الحساب. إذا لتفعيل الحساب، إذا أحتاج إلى رقم، لأنني قمت باستخدام الهاتف رقم الهاتف الخاص بي مسبقا. سأرى إذا لم يكن هناك مشكل فسيكون الأمر جيد جدا، أي نستطيع أن نقوم بالتسجيل بنفس الرقم عدة مرات، وهكذا يمكننا الحصول في كل مرة على رصيد 0.25 أورو. Your number letter is. إذا بالفعل قال لي بأنني قمت باستخدام هذا الرقم مسبقا، سأرى إذا كان عندي رقم آخر. إذا قمت بإحضار رقم هاتف آخر. إذا سأقوم بتفعيله عن طريق الهاتف 17 70 63. إذا الآن أنقر على سيف، وسيقومون بإرسال لي رسالة بها رقم الهاتف رقم التفعيل. إذا رقم التفعيل هو، إذا الآن توصلت برسالة وهي 10 15، ثم فاليدي اي كونتينيو. اذا لاحظوا معي هنا، قاموا باعطاء رصيد 0.25 اورو. اذا سنرى هل بالفعل بامكاني الاتصال. ساقوم بزياده صوت الهاتف. اذا هذا الهاتف لم اقم باستخدامه مده طويله، ف ليس به شحنة أو ديشارجي. إذا سأقوم بالاتصال. الاتصال يعني هو موقع جديد، يعني ليس من هنا.
جروب سنت خفيف. إذا لأقوم لإجراء مكالمة أذهب إلى voice.io ثم أقوم بإدخال الرقم الهاتف. إذن سأقوم بإدخال رقم الهاتف خاص بي. إذن 6 6 6 6 6. وأقوم بالاتصال. إذن أظن أنكم تسمعون الرنة، وكما تلاحظون هنا الهاتف يرن. سأرى كم تستغرق مدة المكالمة، إذا سأقوم بالإجابة. السلام عليكم. إذا بالفعل فالبرنامج يشتغل. عندما أقوم بالتحدث فإن الصوت يسمع على الحاسوب. إذا ننتظر ونرى كم تستغرق مدة المكالمة. 2 3 4 وتنتهي هنا. إذا قاموا بإعطائي ثانية زيادة. إذا أتمنى أن هذا الشرح قد راق لكم. لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. أحب أن أذكر، للحصول على رصيد مجاني و بكثرة قوموا بدعوة أصدقائكم. إذا قمت بتجربة هذه الدعوات هل تشتغل أو لا، تذهب إلى كما ترون هنا، هناك فري كويدي. إذا أنقر على فري كريدي ثم أقوم بإعطاء هذا الرابط لأصدقائي، وكل شخص يقوم بالتسجيل عن طريق هذا الرابط تربح 0.15 أورو. بإمكانكم كذلك أن تسجيل عن طريق هذا الرابط لحسابي إذا ما أردتم. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.